لا، هو الهدف طبعا من خطأ خارج الحسابات خالص. النادي الاهلي الشوط الثاني ملوش علاقة محافظ على بالنواحي كوره البدنية. ملوش علاقه خالص، لان دي كره عرضيه فيها اخطاء بدءا من الكره ما اتلعبت من على الطرف، فيها اخطاء كتيره جدا. يعني احنا لو مخرجنا رجع لنا الهدف تاني هنا، هو لو وقفنا هنا ده احمد السيد، يعني احمد السيد اللي مع الراجل ده، ايه اللي يجيب احمد السيد في الحته دي؟ مفيش مساك بيطلع ويسيب مكانه ويطلع في الحته على الاطراف كده هو، ولسه الكوره ما اتلعبتش. ده اول خطا. نمره 2 شديد هناوي ورا احمد السيد، يعني التمركز الدفاعي في خطا في تمركز اللعيبه في كل واحد حسب مركزه. يعني احمد السيد سايب الحته اللي في النص هي دي اللي هيجي منها الاجوان، ورايح على الطرف. انا ما اعرفش هو راح هناك كده ليه وبيقابل الراجل ده ليه، لان المفروض هنا احمد شديد قناوي، والمفروض يكون معاه واحد من الاثنين المدافعين في نص الملعب، سواء محمد شاوي او حسام عاشور، يقفلوا الجنب ده، واحمد السيد يبقى في الوسط عشان يراقب. احنا شايفين الراجل ده طالع بيلعب الكره لوحده، المفروض محمد نجيب معاه. وفي نفس الوقت التردد بتاع شريف اكرامي ان هو خرج وبعدين رجع تاني ما كملش، يعني مفيش رقابه من محمد نجيب للراجل راس الحربه اللي طالع لوحده. تردد شريف اكرامي في الخروج والرجوع مره ثانيه، ففي الوقت ده حصل دربكه في خط في الاثنين المدافعين بالنسبه لوسط ملعب النادي الاهلي الاثنين مدافعين، وبالنسبه للثلاثي بتوع خط الدفاع اللي هم من وجهه نظري عاملين ماتش كويس، يعني من اوله لاخره عاملين ماتش كويس جدا وكانوا هايلين، وشريف اكرامي عامل ماتش كويس جدا. ولكن زي ما احنا قلنا ان اخر خمس دقائق يعني المباراه ما بتنتهيش غير مع صفاره الحكم. كل ما الماتش بيقترب على النهايه لازم نسبه التركيز بالنسبه للعيبه تزيد جدا، يكون هناك تمركز دفاعي جيد، ويكون هناك رقابه، لان الهدف ده جه نتيجه عدم التمركز الدفاعي المظبوط وعدم الرقابه.